ليش ما يقبلون يعني فكرة التأجيل فكرة مسوغة ظرف أمني غير متاح استقطاب طائفي عنيف في وقتها استقطاب عرقي أيضا عنيف في وقتها يعني لماذا كانوا متمسكين بأنه لازم نكتب دستور هسه عزيزي أخو قضية أساسية بعض يشالها يمكن أو ما يريد يقولها إحنا قضية أساسية قبل ما نكتب الدستور بالمرحله اللي صارت قبل 2003 وبعدين صدر القرار انه العراق تحت الاحتلال لحد الاربعه حتى سنه 2004 تولت الولايات المتحده وبريطانيا مسؤوليه النهوض بالعراق وكذا بعدين انتهت مرحله الاحتلال هم نزلوا جدول هاي حقيقة لازم احنا نقول نزلوا جدول مجلس جدول زمني جدول زمني مجلس الحكم يستلم الحكم من الفترة الفلانية إلى الفترة الفلانية تكون حكومة انتقالية ما حددوا منو معاها يكون مجلس وطني عراقي مؤقت أنا كنت ضمن المجلس العراقي المؤقت احنا كان عددنا مية المية هذولة احنا مرحلة انتقالية ويكون هناك رئيس وزراء لمرحلة انتقالية وهو كان در... كان دكتور علاوي مه. بعد ما احنا نخلص مكتب احنا نهيئ ونعد الناس لكتابة الدستور مه. بعد ما نكمل هاي التهيئة نطلع احنا تجي الجمعية الوطنية الجمعية الوطنية تأتي وتأتي معها لجنة لكتابة الدستور العراقي بحيث تصور من جملة الشغلات اللي كانت احنا كنا مية في يعني هذا للتاريخ وخلي التاريخ من يعني فرصة حلوة ويا حضرتك حتى يعرفون الناس احنا من كنا 100 بالمجلس الوطني العراقي المؤقت كان اكو قرار من الامم المتحده انه 75 تكون للاحزاب السياسيه و25 من الانتخابات تكون لمنظمات المجتمع المدني بمعنى منظمات المجتمع المدني المنظمات النسويه نقابه المحامين نقابه نعم. الفواعل غير السياسيه الفواعل غير السياسيه انا صعدت بهاي الطريقه مه. ولهذا السبب لن اصعد بعدها اي مره لانه ما عندي حزب يسندني. فاني من صعدة صعدت ممثله عن النساء. ضمن ال 25 وانتم ملتزمين بجداول زمنيه الامريكان قالوا لكم ما تتجاوزون احنا قعدنا قالوا لنا تطبون هالقد الشهر التس... آه الخامس سنه 2004 تطلعون هالقد الشهر التاسع ما تقدر تقعد يوم زياده